لدى تفضل سموه بتكريم الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة، حيا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر جهود وعطاءات رجال الصحافة البحرينية وما يقدمونه من إبداع مستنير في خدمة الوطن والنهوض بالمجتمع من خلال التمسك الثابت بأمانة الكلمة المسؤولة وإدراك تأثيرها العميق في مسار حياة الأمم والشعوب. وأكد سموه أن صحافة البحرين بما تمتلكه من طاقات مبدعة استطاعت أن تحجز لها مكانا متميزا على خارطة العمل الصحفي المتميز في المنطقة، مرتكزة في ذلك على ما تتحلى به من مهنية وموضوعية رصينة. وأضاف سموه أن للصحفيين في مملكة البحرين مكانتهم العالية ويحظون بكل التقدير نظير تفانيهم وأخلاصهم لوطنهم، مشيدا سموه بإسهامات رجال الصحافة والإعلام وما يحققونه من إنجازات مشرفة في المحافل الإقليمية والدولية التي عززت من سمعة ومكانة الصحافة الوطنية. قال سمو رئيس الوزراء إن تكريم المبدعين من الصحفيين والكتاب هو تعبير عن مدى تقديرنا لعطائهم المتجدد في خدمة الوطن والاعتزاز بتميزهم والتزامهم بالرسالة النبيلة لمهنة الصحافة ودورها في التنوير. وأكد سموه أن الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية كل عام يعد مناسبة للاحتفاء بعطاء الصحافة البحرينية ذات التاريخ العريق، مشددا سموه على أهمية التكريم كوسيلة لحفز الإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة من الصحفيين لبذل مزيد من الجهد على طريق تطوير الصحافة الوطنية والارتقاء بها. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل فشمل برعايته الكريمة وحضوره الحفل الذي أقامته وزارة شؤون الإعلام صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، والذي تم خلاله تكريم الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها الثالثة. وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الكتاب والصحفيين الفائزين بحصولهم على الجائزة، مشيدا سموه بالمستوى الراقي الذي تميزت به مشاركات جميع الصحفيين الذين تقدموا للجائزة، والذي يعكس ما تتمتع به الصحافة البحرينية من مهنية وحرفية، متمنيا سموه لهم مزيدا من النجاح والتوفيق. كما رحب سموه باختيار الصحافة السعودية كضيف شرف للحفل، تجسيدا لعمق الروابط الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولدور الصحافة البناء في مد جسور التواصل الثقافي والحضاري وترسيخ دعائم التقارب الفكري بين الشعبين الشقيقين. ونوه سموه بما تتميز به الصحافة السعودية من كفاءة ومهنية ونهج موضوعي رصين في تناولها لمختلف القضايا والموضوعات، مؤكدا سموه أن مشاركة الصحافة السعودية في الاحتفال تشكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصحفي والإعلامي لتقوية الروابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد سموه بالدور الرائد الذي تقوم به الصحافة البحرينية في الارتقاء بوعي المجتمع وثقافته، مؤكدا سموه أن صحافة البحرين باستنارتها كانت ولا تزال خير معين لجهود الحكومة في النهوض بالمجتمع ومواصلة مسيرة التنمية والتقدم. وأكد سموه أن ما تشهده الصحافة في مملكة البحرين من تقدم وازدهار هو انعكاس لديناميكية وحيوية المجتمع البحريني وتحضره في ظل ما ينعم به من أجواء الحرية والانفتاح وما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله من اهتمام بضمان حرية الرأي والتعبير في إطار ما يكفله الدستور والقانون. وقال سموه إننا نكن لرجال الصحافة والإعلام كل تقدير، فهم قادة الرأي وأعمدة الفكر، ولهم في المجتمع وفي نفسي شخصيا مكانة رفيعة. وأشار سموه إلى أن الأقلام الوطنية برهنت في كل الظروف على الدور المؤثر للكلمة في تنمية الوعي وإيضاح الحقائق وتفنيد المغالطات، مشيرا سموه إلى أن ذاكرة الوطن ستظل تذكر بالتقدير والعرفان المواقف المضيئة للصحافة الوطنية في مواجهة حملات التشويه والتزييف ودورها البارز في الدفاع عن الوطن ضد ما يتهدده من أخطار.
واستذكر سموه بكل تقدير واعتزاز إسهامات الرواد الأوائل للعمل الصحفي في المملكة الذين أسسوا دعائم الصحافة المهنية الرصينة ورسخوا مبادئ وقيم أسهمت في بناء جيل واع يسير على ذات الدرب في حمل أمانة الكلمة والحفاظ على الرسالة والقيم النبيلة للصحافة. وأشاد سموه بالجهود التي قامت بها وزارة شؤون الأعلام في مراحل الجائزة المختلفة وبما شهده الحفل من تنظيم متميز، منوها سموه بالجهود التي بذلتها لجنة التحكيم في تقييم وفرز الأعمال المشاركة في إطار من المهنية. ودعا سمو رئيس الوزراء رجال الصحافة إلى مواصلة ما يقدمونه من إبداع مستنير في خدمة الوطن والتمسك بأمانة الكلمة ذات الأثر العميق في توجيه دفة العمل الوطني لكل ما يرتقي ويعلي من مكانة البحرين في مختلف المحافل. يسعدني ويشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان على تفضلكم اليوم برعاية جائزة خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها الثالثة بالتزامن مع الاحتفاء بيوم الصحافة البحرينية واليوم العالمي لحرية الصحافة. باسم أعضاء الأسرة الصحفية والإعلامية نود أن نسجل فخرنا واعتزازنا بهذه الجائزة الوطنية الرفيعة التي تتشرف بحمل اسم سموكم الكريم وتبرهن على تقديركم اللامحدود للصحافة الحرة والمسؤولة ورسالتها التنويرية بما يواكب مسيرة الإنجازات التنموية الشاملة والمتواصلة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله. وأنه لمن دواعي سرورنا اليوم اختيار المملكة العربية السعودية الشقيقة ضيف شرف الجائزة لهذا العام وللمرة الأولى منذ انطلاقتها في تجسيد حقيقي لعمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وتميزها كأنموذج يحتذى به في الأخوة العربية والإسلامية، معربين عن خالص تقديرنا واعتزازنا بالمواقف المشرفة والثابتة لأشقائنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في الوقوف إلى جانب أمننا واستقرارنا ومساندة مسيرتنا التنموية السعودية التي قدمت الكثير خدمة للإسلام والمسلمين، السعودية التي لا تحتاج شهادة أحد فهي الفعل للقول الحليف الأول للأمتين العربية والإسلامية. إن من يستهدف المملكة العربية السعودية يستهدفنا في عروبتنا وإسلامنا وأمننا واستقرارنا، هكذا نحن ارتبطنا بالسعودية ارتباط بالشقيق الأكبر تعلمناها من الآباء وننقلها للأبناء. إنما يتحمله الإعلام السعودي دفاعاً عن قضايا الأمة وعظم المسؤولية يحتم علينا الاحتفاء به مؤكدين دعمنا ووقوفنا جنباً إلى جنب معكم في العسر واليسر، مستذكرين بكل فخر واعتزاز المرابطين من رجال البحرين والسعودية وأشقائهم في الحد الجنوبي، داعين الله العلي القدير أن يرحم شهدائنا ممن ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أطهر بقاع الأرض. عندما نتحدث عن الصحافة في الخليج فلا يمكن أن يكون ذلك بمعزل عن النظر إلى صحافة مملكة البحرين ودورها الطلعي المبكر في ظهور أول صحيفة من هذه الأرض الطيبة، فقد حمل أهلنا في البحرين في وقت مبكر مشاعل التنوير والوعي عبر منابر كثيرة كان في طليعتها الصحافة ضمن وسائل إعلامية أخرى. وعندما نتحدث عن الصحافة في الخليج فعلينا أن نتذكر أيضاً أن أول صحيفة بحرينية صدرت كانت منذ ما يقرب من قرن مؤذنة بدخول البحرين عالماً مشعاً من الفكر والثقافة ومهيئة لصدور عدد من الصحف البحرينية على التوالي في زمن
كانت فيه منابر التثقيف محدودة، وبخاصة الإعلامي منها، سواء في البحرين أو في غيرها من دول مجلس التعاون. أتشرف في البداية أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تفضل سموه برعاية جائزة خليفة بن سلمان للصحافة، والتي نشهد اليوم دورتها الثالثة في مبادرة سامية تجسد دعم سموكم الراسخ للصحافة والإعلام وحرصكم على إداء رسالتها في المجتمع على النحو الأكمل. وتعكس الرعاية الكبيرة بالصحابة لدر قيادتنا الحكيمة بما توليه من اهتمام لتعزيز حرية الكلمة المسؤولة وضمان الحق في التعبير عن الرأي. وإذا كانت هناك اليوم العديد من مظاهر الاحتفاء بالصحافة التي تبعث الفخر لدى العاملين بهذه المهنة، إلا أن جائزة خليفة بن سلمان للصحافة تظل هي الأعز، كونها تحمل اسم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي يحظى بحب جميع أبناء الشعب البحريني وليس الوسط الصحفي فحسب، حيث أن بصمات سموكم التنموية والتطويرية في كل ربوع المملكة شاهدة على عقود من العمل الدؤب بلا كلل أو ملل وبكل عزم وإرادة كي تسير مملكتنا الغالية بخطى ثابتة وقوية في عالم التقدم والنهضة والرخاء، وتأخذ مكانتها المتقدمة بين الأمم. بعدها تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن الجائزة وما تحظى به الصحافة في مملكة البحرين من اهتمام كبير من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورعاية سموه للصحافة والصحفيين. كثيرة على صعيد توعية الرأي العام بضرورة المحافظة على الإنجازات والمكتسبات الوطنية بما يحقق مصالح الوطن ويلبي طموحات المواطنين. وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تعاظم دور الصحافة وزاد تأثيرها واستمر الاهتمام بالصحافة الوطنية على أعلى المستويات. جاءت جائزة خليفة بن سلمان للصحافة في سياق الاهتمام بالسلطة الرابعة شكلاً ومضموناً. حملت الجائزة اسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، تأكيداً على أمرين: أولهما الدعم الذي لطالما حظيت به الصحافة الوطنية من لدن سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وثانيهما أن للصحافة منزلة عالية عند سموه. وفي ظل اتساع الحريات وتوسع نطاق النشر من الورقي إلى الإلكتروني إلى النشر الذكي، كان لابد من توليفة وطنية خالصة تحافظ على الثوابت والتوازن الاجتماعي وتعلي أهمية وقيمة الصحافة الحرة. ثم تفضل سمو رئيس الوزراء بتكريم الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها الثالثة، وهم السيد علوي الموسوي من صحيفة البلاد عن فئة التحقيق الصحفي، السيد أحمد كريم من صحيفة البلاد عن فئة عمود الرأي، السيدة هالة كمال الدين من صحيفة أخبار الخليج عن فئة المقابلة الصحفية، ومجلة ليالينا عن فئة أفضل صورة صحفية. من جانبهم أعرب عدد من الصحفيين الذين حضروا الحفل عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من دعم واهتمام بالصحافة والصحفيين، وهو الأمر الذي أتاح لهم مناخات من الحرية في التعبير عن مختلف القضايا الوطنية بكل انفتاح وبما يحقق المصلحة الوطنية، مؤكدين أن تقدير سموه لدور الصحفيين يشكل منعطفا مهما في مسيرة الصحافة الوطنية ويحفزها على أن تكون أكثر تعبيرا عن نبض المواطنين والدفاع عن الوطن. وقالوا أن جائزة خليفة بن سلمان للصحافة تعد ترجمة واقعية لما يكنه سمو رئيس الوزراء من محبة وتقدير للأسرة الصحفية والإعلامية، والتي تفخر باحتضان سموه ورعايته للصحافة والصحفيين، مؤكدين أن الصحافة البحرينية تمر بأزهى عصورها وتشهد تطورا كبيرا على المستويات كافة،
وذلك بفضل الإيمان بأهمية دور الصحافة في دعم مسيرة النماء التي تعيشها مملكة البحرين وتوفير كافة السبل التي تمكنها من القيام بهذا الدور الوطني الهام. إن دوركم كبير وصوتكم مسموع، فلا تترددوا في قول الحق، ونحن معكم وندعمكم بقوة، ولكم منا كل الاحترام والتقدير. هكذا يخاطب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الصحفيين دوما، فهو القائد الذي لطالما أدرك أهمية الكلمة الحرة، فلا يمكن أن يبدأ صباحه دون أن يطلع على كل ما تنشره الصحف البحرينية، كما لا يخلو حديث من أحاديثه من التشديد على الإسهامات التي قدمتها الصحافة البحرينية طوال تاريخها. جائزة خليفة بن سلمان الخليفة للصحافة التي تنظمها وزارة شؤون الإعلام للعام الثالث على التوالي تأتي لتؤكد قناعته المطلقة بأن الصحافة هي بالفعل قرين كل تطور اقتصادي وسياسي ناجح، وأن الدولة ممثلة في قياداتها وأجهزتها لن تتوانى عن تقديم ما يلزم لرفع شأن الصحافة والصحفيين. طبعا كان هالاشتراك السنة فاق 220 اشتراك تقريبا اللي اشتركوا او عمل، وكان احنا على اربع محاور في الصحافة، هو المقال والحوار والتحقيق والصورة الصحفية، وصار على مدار اسبوعين تقريبا تم القراءة هذه المشاركات التي بشكل عام كانت مشاركات جدا قيمة، وكان الامر صعب، ولكن الحمد لله توفقنا احنا في انجاز هذا العمل، واليوم هذه نتائجه. كما تبدو أهمية الجائزة التي تحمل أربع فئات، هي فئة أفضل عمود رأي، فئة أفضل تحقيق صحفي، فئة أفضل حوار صحفي، وفئة أفضل صورة صحفية، بالنظر إلى أنها تحمل اسما كبيرا وغاليا على قلب كل بحريني، كما تمثل مكسبا مهما للصحافة الوطنية المسؤولة. أغلى جائزة لما تحمله من اسم غالي علينا وعلى كل البحرين، والحمد لله هو كان الأول وبيظل الأول في رعايتنا إلى الصحافة. يزيدني فخر فوزي كوني أنا رياضي، أنا صحف رياضي، وأفوز بالمقال بالمقال أو فئة المقال والعمود، فهذا يعني كان بالنسبة لي واجد أمر مفرح. شرفنا بالسلام على سمو رئيس الوزراء، كانت حقيقة يعني لحظات جدا سعيدة بالنسبة لي. وبالنسبة للجائزة طبعا أنا سعيدة جدا بيها وفخورة جدا، وإن شاء الله تكون حافز لمزيد من العطاء والإنجاز والتميز إن شاء الله في المستقبل. وطبعا الجائزة بالنسبة لنا ثمينة، خصوصا أنها تقدم من سمو رئيس الوزراء، مو شيء بسيط يعني، فإحنا سعداء بصراحة، فرحة ما تنوصف، خصوصا نحن في مجلة ليالينا دائما أسلوبنا خلك بالصورة، احنا نعتمد على الصورة أكثر من الخبر. الصحافة البحرينية ومنذ انطلاقها عام 1939 كانت ولا زالت سلاحا للدفاع عن الوطن ومكتسباته وسبيلا لوحدته الوطنية، كما تأتي في سياق التعامل الإيجابي والبناء مع الجسم الصحفي البحريني في ظل المواءمة بين توسيع نطاق الحرية إلى أكبر حد ممكن مع المحافظة على الثوابت والتوازنات التي تحكم المجتمع. جائزة خليفة بن سلمان للصحافة هي تتويج للدور الوطني للصحافة البحرينية من قائد يؤمن تماما بأهمية دور الصحافة في تنوير المجتمع وخدمة قضايا الوطن. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.